ودلوقتي نعمل مع بعض التزيين بتاع النهاردة، واللي هو هيكون إن شاء الله كوكيز. بس إحنا علشان نعمله عايزين إيه؟ عايزين عجينة كوكيز من عندكم. ممكن تعملوا عجينة الكوكيز الزبدة، لطيف جدا. وعايزين شوفوا يا إما أيزو مالت. الأيزو مالت ده طبعا أنتوا بتجيبوه من عند الناس اللي عندهم تزيين الكيك، مستلزمات الحلويات. فيا إما بتجيبوا الأيزو مالت، يا إما بتجيبوا بونبوني شفاف. بونبوني شفاف اللي هو بيبقى فاتح، ما بيض كده بس شفاف، ده بتجيبوه. لو جبتوا البونبوني هتجيبوه وتكسروه وتحطوه في وسط العجينة وهي نية، تمام؟ يعني هقطع العجينة وهي نية هحطها هنا، وهحط عليها البونبوني المكسر خالص بحطه في النص وبدخلها الفرن. أو بتعملوا الأيزو مالت زي ما أنا عاملة النهاردة، وحوريكم إزاي بنقدر استعمله بالأيزو مالت. أنا عندي هنا عجينة الكوكيز، وزي ما اتفقنا أي عجينة عندكم، أو ممكن تعملوا العجينة اللي هي كوبايتين دقيق عليهم 200 جرام زبدة، صفار بيضة وفانيليا. هناخدها دلوقتي نحط هنا قطعة ووريكو أنا عملت إيه. أنا قطعتها زي ما أنتوا شايفين، شوفوا. هناخدها نفردها يا دقيق يا ورق زبدة اللي أنتوا عايزينه. أنا بخلص بسرعة علشان عايزين نشوف تعليقاتكو. نفرد بقى كده قطعة بالشكل ده. هجيب القطاعة المدورة اللي عندنا، نقول مثلا دي، لا دي كده خلينا في واحدة، احنا عاملين المقاس الكبير ده صح؟ خلينا نفرد حتة كمان كده اهو، ونقطع بالشكل ده. فهيبقى عندنا ده. ناخد قطعة أصغر، نفس القطاعة المدورة بس أصغر، وبعمل كده. بس أحسن أحسن إنكوا تشيلوا الكوكيز وهو كامل وتحطوه في الصينية، وبعد ما تحطوه في الصينية بتعملوا التجويف ده، علشان خاطر لو عملتوا التجويف وهو بره وجيتوا تنقلوه هيبقى صعب ان احنا نشيلها وهي بالرفع ده. دلوقتي احنا قطعناها وحطيناها هنا، هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا، بتقعد 12 دقيقة. 12 دقيقة بتطلع بتبقى بالشكل ده اللي انتوا شايفينه كده اهو. ده بيكون شكلها بعد 12 دقيقة من الخبيز في الفرن على درجة حرارة 180. طيب عندي هنا الأيزو مالت اهو مستنيينه يدوب. هنعمل فيه ايه الأيزو مالت ده؟ هناخده نحطه في التجويف اللي هو هنا بس يدوب. باخده بحطه في التجويف ده هنا، وهو محطوط على ورق زبدة، يعني هو على ورق زبدة. هاخده احطه فيه في النص الأيزو مالت. شوف هناخد الأيزو مالت بتاعنا كده وهنحطه في النص بالشكل ده، وأتأكد إنه وصل للجناب تمام، وأسيبه لغاية ما يبرد خالص تمام. برد عندي الأيزو مالت بطلعه، وده بيكون شكله. شايفين إزاي شفاف؟ شايفين أهو أهو، شايفين إزاي شفاف أهو؟ شايفيني من ورا أهو اهو 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 اهو. ده بيبقى شكله. فبيبقى عندنا شكل كده يعني لذيذ زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا 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 اهو، شايفيني اهو. ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب بقى عجينه انت تعبتني يا شريف، لازم اول اقول اللي عندي. استنى ثواني، شكرا يا شريف، ثواني بس هقول لكم هنعمل ايه. عايزين ناخد دلوقتي عجينه السكر وهنقطعها باللون اللي انتوا عايزينه. هنقطعها بحيث ان احنا نعمل دايره كده بنفس القطاعه اللي قطعنا بيها الكوكيز.
هنقطع تجويف كده، يعني نقطع واحده مدوره ونقطع في النص تجويف علشان احطها تبقى داير ما يدور هنا. وممكن بقى نعملها بالذهبي، نعملها باي حاجه. دلوقتي انا عملت زي ما انتم شايفين، قطعت كده نفس المقاس وبلزق على الكوكيز بتاعي من العجينه زي ما انتم شايفين كده اهي كده. اوكي تمام كده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ناخد العجينه الحمراء، فين راحوا بيها؟ ممكن نعمل بقى اللي احنا عايزينه. ممكن اجيب اللون مثلا ذهبي واحطه كده، مثلا نعملها باللون الذهبي. فين ناخد اي لون انتوا عايزينه؟ ممكن ناخد لون اخضر، الاخضر حلو، والاحمر حلو. نعمل احمر؟ لا، خلينا نعمل لون، يلا برونزي. حلو البرونزي، حلو. ها، ونجيب الفرشه.